ليه خدت قرار الرحيل من فريق الداخليه رغم انه البنى وانت اكتر العارفين يعني البنى بياخد وقت، يعني مش شرط حتى لو في خسائر انت تقدر تعوض وتقدر تحسن ادام انت مكون فريق محترم، ليه جيت مبكرا وخدت قرار الرحيل؟ هو انا اقول لك على حاجه، اللي هو عثمان طبعا عمل كل حاجه كويسه بصراحه معايا، ومن ناحيه تعاقدات اللاعبين هو اللي كان بيتعاقد. انا كنت اقول مثلا على اللاعب فلان يرجع لي بصراحه يقول لي انت عاوز فلان، اقول له عاوز فلان، مش قادر الحق برضه في غياب الراجل هو يطلع يتعاقد معاه، انا ماليش دعوه بقيمه التعاقد. تمام. ماليش مش بتاعتي. انا عايز اللاعب. اللاعب انا عاوز اللاعب، اللاعب يتعاقد بقرش بقرشين بثلاثه بالكلام ده ماليش دعوه، ما سالتش على الموضوع ده. هاي. الراجل نفسه اشاد قال لك من احسن مدربين، والناس كلها محترمين، قال لك مدرب بيشتغل بايده ومجتهد والكلام ده بتاعه، وعمره ما ساب تمرينه بصراحه لانه غاوي الكوره وراجل برضه في الكوره برضه ايه يعني. هاي. ليه بقى اخدت قرار الرحيل؟ هقول لك انا طبعا اول يوم بعد صرف المكافاه عادي انا ممكن اتنازل عن اي حاجه، اتنازل عن مرتبي، اتنازل عن المكافآت، اتنازل عن تاخير فلوس، اهم حاجه عندي راحه اللاعبين. انا فوجئت طبعا يوم الثلاث قبل الماتش ب 48 ساعه اللي هو عثمان كان كل يوم بيجي يسلم عليا بصراحه في النادي، فقال لي بعد اذنك يا كابتن انا عاوز اقعد مع اللعيبه 10 دقائق. قلت له اتفضل يا سياده اللي هو حضرتك رئيس النادي اقعد معاهم في اي وقت. قال لي طبعا منفردا. الراجل قعد مع اللعيبه بصراحه انا ما اعرفش ايه اللي دار، خرجت من التمرين. يعني قعد مع اللعيبه من غير وجودك يعني؟ اه عادي، حق من حق طبعا من حقك رئيس نادي. فقعد مع اللعيبه اللي دار جوه ايه ما اعرفش. نزلت التمرين لقيت اللعيبه عباره عن كل واحد ضارب بوز مترين شبرين. في ايه يا جماعه اللي حصل؟ في ايه؟ اللي هو قال لي انا خدت قرار ان اللعيبه تنام في النادي. جوه النادي نفسه؟ جوه النادي. الراجل بصراحه حاول يعمل المستحيل، عمل اوض على قد المقدره وعلى قد الامكانيات. اوض يعني عادي ثلاث سراير في الاوضه والكلام ده وبتاع. فانا اللي هو كان ورهاني قلت له طب يا فندم يعني ممكن الموضوع ده يتاجل بعد المباراه الجايه للتكيف او الكلام ده وبتاع. قال له والله الامكانيات اللي عندي يعني غير متاحه او الكلام ده وبتاع. اللعبه طبعا نازله مبوزه، بس لما عرفت بعد كده في نفس اليوم حصل انقسام. سيادة اللي هو لما اجتمع باللعيبه اوضه اللبس اهم حاجه. واهم حاجه عندنا معسكر الفريق قبل المباراه. طبعا. حصل انقسام بين اللعيبه. ما اعرفش ايه اللي دار، لقيت لك مجموعه من اللاعبين حوالي 8 لعيبه خرجوا من الاوضه. ايه يا ابني انت هو؟ قالوا له والله احنا اعترضنا على الاقامه قلنا احنا كفرقه والكلام ده وبتاع، فخرجنا بره وبقيت اللعيبه الثانيه قاعده، واللعيبه الثانيه كانت متفقه ان هي برضه ما تنامش كلام كده. طبعا انا المبدا اللعيبه لما خرجت حصل انقسام في اوضه اللبس. انا ساعتها حسيت بمراره. بكلمك بامانه اجتمعت باللعيبه وقلت لهم ما فيش مشكله، اللي هو عثمان عاوز يعمل حاجه ليكم، يجوز الظروف دي الموضوع ده هيبقى عايد عليكم في صوره مكافآت او صوره ماليات او الكلام ده، احنا ياما برضو اتحملنا المسؤوليه، بس انا هشوف برضو الوضع ايه بالنسبه لنا والكلام ده. طبعا كان في شويه دفوهات كبيره جدا في الاقامه، فطلبت من اللعيبه اللي احنا الماتش كان يوم الجمعه، قلت لهم ما حدش يقدر يكسر، عمر ما هقدر اكسر كلام رئيس النادي. لا احترامه طبعا. خد القرار ما اقدرش اكسره، فاحنا هنلتزم لغايه دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها واشوف المكان، هجرب من يوم الاربعاء. عجبني الوضع، الراجل قال لي مشكورا اعمل اللي انت عاوزه. طب يا فندم الاكل بتاعي هتمرن الساعه 2 والغداء الساعه 4 وهنخش ننام الاربعاء نتعود عشان نتكيف على المكان، لان انا قدام المترو على طول في جسر السويس وورايا شارع جوزيف تيتو العربيات كلها نايمه معايا على السرير، انا بنامش هناك. طبعا اولاد عادي مفيش مشاكل، احنا لازم نحترم قرار النادي، بدل الكلام ده يعيد عليكم نتصرف. في لعيبه كانت مزمزقه ولعيبه الكلام ده، ونحن نروح ننام في بيوتنا والكلام ده. قلت لهم طبعا هقول لك ايه، اللي هينام في بيته انا كمدير فني لعيبه نايمه ولعيبه الكلام ده، هقول لك ايه. حصل انشقاق، انا حسيت بالموضوع ده، بحصل انشقاق في الفريق بالنسبه لنا. دي ظروف امكانيات، دي الامكانيات المتاحه خلاص. وده الموقف اللي انا فوجئت بيه، انا كنت بنام ماتش انبي في احدى الفنادق، ماتش المصري في احدى الفنادق في بره برج العرب، ماتش فيوتشر في احدى الفنادق وعادي الاداء، فالقرار كان مفاجئ، فانا عندي وقف. فانا طلبت حتى الموضوع مثلا يتاخر لغايه الماتش او الكلام ده، فالموضوع اترفض بتاتا بتاتا يعني. فطبعا جماعه اللعيبه جماعه قلت لهم عادي يا جماعه اليوم الاربعاء والغدا الساعه 4. مفيش مطبخ في النادي. الغدا جالي من بره، جالي الساعه 6 وربع. 6 الا ربع عشان اكون صادق، فانا معاد 4 ده التزام الراحه والتغذيه.
فانا بصراحه جمعت اللعيبه من الاربعه وقلت لهم بصراحه بما يرضي الله، النادي محترم وانتوا اولاد النادي، تمام اللي بيضحي المدرب. انا بعتذر على المباراه وانا ماشي ومتكل على الله. ومشى معايا الكابتن محمد معوض المدرب اللي معايا طبعا عادي. وخرجت بصراحه كنت غضبان، اللي هو عثمان طلع من مكتبه بصراحه، كابتن ميمي كابتن ميمي تعالى تعالى تعالى، احتراما للراجل رجعت ما زعلنيش في الفتره، ما زعلنيش بصراحه حتى لغايه الماتش. واحكي لك حكايه ثانيه، قال لي اتفضل تعالى، قلت له قعدت معاه، قال لي يا كابتن ميمي ما فيش مشي، ما تفكرش في الموضوع ده، ننزل نطلع ويشهد على هذا الكلام، نقعد نتغلب كل الماتشات، انت ما انتش ماشي، قال لما تمشي بمزاجك. كلام محترم يشكر. قلت له بس في حاجه تانية، الموضوع ده حصل في كذا وكذا، قال له والله الامكانيات اللي عندي والظروف المعينه. قلت له انا متفاعل معاك، بس انا فكرت نفسي، انا بكلمك بامانه، الراجل كلمني بقى باحترام، بس فكرت نفسي انا تعبان. تعبان يعني في ناقص شويه حاجات يا ست، اللي هو ناقص ثلاجه تيجي في الاوضه، فعلا عمل الكلام ده بعد ما مشيت. ناقص تلفزيون صغير في الاوضه، ناقص يبقى كذا، ناقص نعمل عازل، ناقص شويه سخانات، الحمامات محتاجه شويه توضيب، ما تبقاش مشتركه يعني، في كلاعيبه كوره بقى يعني، مش الاقامه مثلا، ممكن اللاعب جاي مسافر او الكلام ده. فالراجل قال لي حاضر، احنا هنحاول نعمل الكلام ده بالنسبه لنا. فانا قمت اخدت قرار تاني يوم الخميس، جالي فاكس من اتحاد الكره، الماتش من الساعه 4 بقى الساعه 7 عشان دعم فلسطين. كان يوم الجمعه المظاهرات اللي طلع بها الشعب المصري لدعم فلسطين. فقلت للاعيبه التمرين هيبقى الساعه 7 في ميعاد الماتش يوم الخميس، وهنخش كلنا ننام، وانا شخصيا هجيب شنطتي وهاجي انام زيكم بالظبط مع اللعيبه. لغايه دلوقتي عدينا لعيب، انا كراجل مدير فني زي اللعيبه والكلام ده وبتاع، ليا خصوصياتي. مش هخرج بفوطه وراح استحمى بره من الاوضه، تمام للحمام جوه الاوضه مثلا، لا عادي مفيش مشكله في دي. بس انا فكرت نفسي ومعايا الكابتن معوض، خدت القرار اكسب اتغلب هعلن استقالتي. لان ليه هعلن استقالتي؟ لان اساسيات اللعيب الراحه والكلام ده، في نفس الوقت بحترم الراجل ده لغايه وقتنا هذا. ولغايه لغايه 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 ما حتى لازم بحترم الراجل ده، لان شخصيه برضه محترمه وبيخاف على النادي. بس في نقطه، ليه بقى انا مشيت؟ مش عاوز اصدم، لان كلت عيش وملح مع الراجل ده، فمش عاوز، اللي هو عثمان طبعا لا احترام، كل احترام ليه، ان انا مش عاوز اخسره. مش قادر اخسره. فاللي جاي ممكن يبقى في زعل، هيبقى في زعل، هيبقى في خساره. فقلت بلاش، فقلت بلاش، فاحترمت وانت نفسي. وانت عشان انت كمان عندك ميزه انه بتحاول تحافظ على علاقتك الجيده مع كل الناس. وحصل حاجه، اللعيبه قامت تاني يوم الجمعه، اللي بقى لعيب الكوره انت عارف، واللي متغطي باللعيب عريان. المثل ده انا قلته. خلاص اللي ظهري وجعني، السوسته وجعتني، الكلام وجعني، طبعا انا واقف محرج، انا كمان ظهري وجعني، انا جالي شد، جالي مزق وانا نايم. مثل من صوت العربيات، خدت بالك انت؟ جالك مزق من صوت العربيات. انا بكلمك بامانه، فعادي انت عارف بحب تملي. فالراجل طبعا قعدنا عادي، فروحنا الماتش. انا شفت المنظر اللي انت شفته في الشوط الاولاني. لعيبه عادي الموضوع، خرجت في الطايم، في الطايم قلت لهم يا اولاد احنا مغلوبين 4، ده مش موقف، فرقه اتغلبت كتير 4 و5، بس ده مش موقف، احنا المواقف بتولد الرجال، انتوا بتلعبوا باسم نادي الداخليه، في جميع الاحوال انتوا باقيين، بس انا ماشي. وانا بقول لكم في الطايم وقفوا النتيجه على كده، وحاولوا تبذلوا مجهود، وانا مستقيل. نزلت الشوط الثاني زي ما انت شايف، وقفت بصراحه ما فتحتش بوقي بكلمه. الماتش خلص، خرجت، اللي هو عثمان بعت لي الكابتن معوض برضه مشكورا، قال له قول للكابتن ما يروحش في التلفزيون، قول له هو مستقيل بما يرضي الله. انا بصراحه خدت القرار، لو انا عياش عيش، عيش واقعد واشتغل والكلام ده واتغلب، بس لا مش انا، انا ما اقدرش، انا الهزيمه، انا وشخصيتي كده، انا الهزيمه بتتعبني، ومش هروب، ما استحملش. فطلعت في التلفزيون في نفس اليوم في نفس المباراه مع القناه اللي هي المذاعه للمباريات اون تايم سبورت، وقلت يا جماعه انا بشكر نادي الداخليه وانا مستقيل من التدريب. خرجت بره، اللي هو عثمان ليه عملت كده؟ بصراحه قلت له معلش يا ست، اللي هو انت راجل اخويا وحبيبي، انا مش هقدر اديك حاجه تاني يعني، انا حاسس ان انا خلاص لغايه كده انا وقفت،
انا بحب التدريب موت يا استاذ كريم، فاهم، وبمرن ممكن امرن في اليوم 24 ساعه بس خلاص الوقت لغايه كده. انا يعني زي ما انت قلت لي في اول اللقاء انت تعبت قوي. لا انا مش عاوز مشاكل، خلاص مش عاوز مشاكل، انا ما بمشيش الحمد لله بمشاكل. يعني حتى النادي المصري لما مشيت بكل احترام وبكل ادب ورحت للكابتن علي ماهر، خلي بالك شكرته والكلام ده وربنا يوفقهم بعيد عني خلاص، انما انا ملتزم بالمكان بتاعي لان شفت من الناس دي بصراحه كل خير في الفتره دي. انما الموقف ده انا حاجتين يهمني، رحت اللعيبه كمعسكر، كمعسكر الظروف الماديه كانت لا تسمح، لو كنت اعرف الكلام ده من اول مباراه انا كنت هتاقلم. انا كنت طالب بس مهله 48 ساعه اللي بعد المباراه، كان عندي 10 ايام وبعدين عندي شهر ايقاف. ان انا كنت اروح الماتش دون بالنسبه لي اللعيبه تبقى ملتزمه، يحصل اللي يحصل فيه مش هو اللي هيكسبنا الاقامه او النوم طبعا، وبعدين اجيب اللعيبه اعمل لهم معسكر يومين، اعمل تكيف على المكان. الراجل بيسعى ان هو يوضب المكان صح بصراحه صح، وبيحاول يكسر كامكانيات، مش عيب في احدى الانديه فيها الفنادق بس مجهزه، المطعم جوه، الاكل جوه، الكلام ده مش عيب، لا يعيب النادي، بس لو كنت انا اعرف هذا الكلام كمدير فني هتعرف تجهزه في توقيت معين، اعرف اعالج اللاعيبه كراجل متخصص او راجل استاذ في كليه التربيه الرياضيه طيب. دارس علم النفس والكلام ده،